بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نراجع ما قلنا في الصورة الثلاثة وفي القواعد وفي الدروس المهمة. نحل الأسئلة. ويعني يعطونا بها كامل الأوراق. يعني لا عذر. نحل كل شيء إن شاء الله الآن. تكتبوها في هذه الليلة وغدا نراها إن شاء الله مع صلاة الفجر. طيب؟ اختبار الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. أما الدروس المهمة غدا إن شاء الله لا إشكال بعد الإفطار. طيب الآن نحل كل شيء إن شاء الله. بسم الله. يقول مؤلف الأصول الثلاثة، هل هو الشيخ محمد بن سليمان التميمي أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ماذا؟ ومحمد بن سليمان هو نفسه، هنا نسب إلى أبيه وهناك نسب إلى جده. ففي بعض النسخ يكتب فيها يعني طابع يكتب فيها المؤلف محمد بن سليمان التميمي. لماذا؟ لأن ليس الغرض معرفة الشيخ محمد بن عبد الله، الغرض نشر التوحيد. نعم. طيب الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، فتح الله عليك. نعم. يقول دعا المؤلف رحمه الله تعالى للطالب في الأصول الثلاثة في كم موضع؟ في موضعين أو في ثلاثة مواضع؟ في موضعين. في موضعين في القواعد الأربعة وفي ثلاثة مواضع في الأصول الثلاثة. نعم. طيب بماذا تميزت كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بالتركيز على توحيد الإلهية. يركز على توحيد الألوهية ودعوة التوحيد. دعوة للتوحيد، سهولة العبارة، يجمع اختصار، كثرة الشبهات عليها عناية علماء بها، سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة السؤال والجواب، لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وأحيانا لا يذكر إلا الدليل من الكتاب والسنة، يرد على الشبهة التي يأتي بها على الشرك في زماننا. إمام شهد له العلماء وغيرها. فتح الله عليك. نعم. يقول الأصول الثلاثة يمكن أن نفارس أو نقسم الأصول الثلاثة إلى كم قسم؟ إلى المقدمة. إلى خمسة أقسام. المقدمة. الأصول الثلاثة. لماذا يدرس الأصول الثلاثة؟ لا، هذه الأسئلة أتركها. فهرست الأصول الثلاثة. نعم فهرست. نعم. القسم الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع. والقسم الثاني المسائل الثلاثة. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ والرابع شرح الأصول الثلاثة. الخامس الخاتمة. اجلس. دراسة التوحيد فرض عين أو فرض كفاية أو مندوب؟ فرض عين، يعني على الأعيان، يجب على كل إنسان يتعلم التوحيد. نعم. نعم. الدليل على المسائل الأربع، على العلم والعمل والدعوة والصبر، أي سورة؟ فتح الله عليك. نعم. سورة العصر. عصر الإنسان في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من تعلم ولم يعمل، تعلم العلم ولم يعمل به، فيه شبه باليهود أو بالنصارى؟ تعلم ولم يعمل. اليهود، لأن عندهم علم ولا عمل. ومن كان يعمل بلا علم في شبه بالنصارى. فتح الله عليه. غير المغضوب عليهم اليهود. والضالين النصارى. نعم. طيب. ينقسم الصبر إلى كم قسم؟ الصبر ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله.
فتح الله عليك. أول لا خلص أتكلم. الصدق من جار. ما كلمت شيخ الله. نظرت إليه؟ نعم. الحمد لله. أجل. طيب يا أخواننا هؤلاء يعني لا يعرف يعني يتكلم باللغة العربية يعني فقط إشارة إلى الجواب أن أكمل الباب ما تشكى. أنت الآن يعني نريد أن نتعاون حتى يعني تستطيع إن شاء الله بعد هذا أن تشارك وتتكلم وتنطلب بإذن الله. طيب الإمام الشافعي رحمه الله قال لو ما أنزل الله حجة سواء هذه العبارة أو غيرها من العبارة. هل معنى هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى يريد أن لا ينزل شيء من القرآن إلا هذه السورة؟ لا. لا. ما معنى قول الإمام الشافعي؟ معناه أن لو البشر أي نعم أن الحجة قامت على الناس بهذه السورة فضلا عن غيرها من السورة وأن أكثر الناس يعرف هذه السورة ويحفظها لما يحفظها بل حتى الكافر يريد الربح فقامت على الحجة بهذه السورة والقرآن كل حجة فتح الله عليه. طيب من آمن بنوع من أنواع التوحيد ولم يؤمن بالبقية موحد؟ لا لا ليس محمد ناقص التوحيد؟ نعم ناقص التوحيد؟ لا توحيد ليس كامل لا ليس موحدا ناقص التوحيد؟ لا ليس موحدا ما نسميه؟ كافر كفر أكبر. نعم فتح الله عليك كافر كفر لأن الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بأي توحيد؟ توحيد الربوبية وكانت الخصومة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كانوا يعبدون الله عندهم يعني شيء من عبادة لله لكن كفرهم الله حتى تكون العبادة كلها لله فكل من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا هذا في القاعدة الأولى من قاعدة أربعة. نعم يا أخي تكون البراءة من الشرك وأهله بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح بالقلب البوق تكلمت؟ نعم بالبوق سرهم وعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم وشركاتهم بالله باللسان اني بريء مما تعبدون بالجوارح عدم مشاركتهم في عدم احتفالاتهم وطقوسهم وشركاتهم بالله اجلس خلفك الزواج الزواج نعم كيف تكون ماذا قال أين ذهبت وصلت ولا بعد قرب عندي قرب ولا هنا تعلموا وأنت تقدم أسفل تعلموا ما يصلح أن ننتقل بسم الله نعم يقول وأن المساجد لله ما معنى المساجد أي مساجد هذا مسجد وأن المساجد لله يعني ما معنى هذا هل يصح أن يعبد غير الله في المساجد لا إذن المساجد المبنية هذا قول فتح الله عليه نعم القول الثاني في المساجد القول الثاني في المساجد شيخ مكان ممكن يكون دنيا وجعلت للأرض مسجدا وطهورا لا يمكن أن نسجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لله أو أن المساجد من يعرف أعراس سجود خلقها الله كيف تصرف هذه الأعضاء بالسجود لغير الله والله سبحانه وتعالى هو الخالق لها صح إذا وأن المساجد المبنية وأن المساجد الأرض وأن المساجد أعضاء السجود جاء إنسان
وأراد أن يدفن إنسان في مسجد. تقولنا ما يدل، ما الدليل؟ وأن المساجد لله. صحيح؟ أراد الاستسلام، تقول وأن المساجد لله على السجود. صح؟ أراد أن يصلي لهذه الأرض، نقول ما الدليل؟ وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد. فتح الله عليك. أحد هنا. أحد أنا تعم كل أحد. نبي. إذا لا عبد النبي صلى الله عليه وسلم، المساجد ولا كلام المساجد. نبي أو ولي أو ملك أو حجر أو حجر أو كل ما عبد من دونه. فتح الله عليك. يقول طريقة السلف الاستدلال ثم بعد هذا الاعتقاد، أو الاعتقاد ثم بعد هذا يستدل. نعم، ما هي طريقة السلف؟ أولا الدليل ثم يسير السلف خلف الدليل، خلافا لأهل الباطل نسأل السلام عليهم، يعتقد أولا ثم ينوي أعناق النصوص. نعم. اجلس. من؟ بسم الله. يقول المسائل الثلاث هي الاصول الثلاث. صح خطا؟ لا خطا. خطا. اجلس. فتح الله عليك. من يذكر لي المسائل الثلاث؟ من يذكر لي المسائل الثلاث؟ المسألة الأولى توحيد الربوبية ومعرفة إخراج الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات. المسألة الثانية إخراج الله سبحانه وتعالى بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك. فتح الله عليك. نعم. أقسام الدعاء. الدعاء قسم إلى قسمين، دعاء الله تعالى، دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء مثلا قسم إلى قسمين، فيما نقدر عليه أن الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد، طلب الرزق، الغيث، وفيما نقدر عليه المخلوق يسبب الشرور أربعة، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. فتح الله عليك. نعم. طيب، بماذا يسمى دعاء العبادة؟ ذكرنا بالأمس أن دعاء العبادة نسميه دعاء بلسان مال، والثاني دعاء بلسان مال. دعاء العبادة دعاء بلسان الحال، يصلي، يصوم، يتصدق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يطلب العلم، يقول لا إله إلا الله، يسبح مثلا، هذا دعاء بلسان حاله تقتضي أنه يريد الجنة. صحيح. والثاني دعاء بلسان المقال، اللهم اغفر لي وارحمني. نعم. فتح الله عليك. طيب، انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول صحيح، وأن يعتقد أن السبب سبب، والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب إما شرعية كالرؤية أو حسية كالثواب. وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته بأجل جلب المنافع دفع الله تعالى شرك أكبر. وإذا اعتقد أنه سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعل السبب هذا شرك. فتح الله عليك. انتبه رأسك. يصح الاستغاثة بالمخلوق مطلقا؟ لا، بشروط أربعة. بشروط أربعة. الاختيار لا يصح. وهذا اللي قلناه بالأمس، أن يتعلق بعض الناس بالمخلوقين، ماذا صنع لنا حكام العرب، ماذا كذا، ماذا كذا. يا أخي اعتمد على الله. هذا افتقار المخلوق، لأنه عنده شدة. كفار مكة عنده شدة التجأ إلى الله. هذا عند الشدة يقول ماذا ضيعونا الحكام، وماذا صنع لنا، وأين، وماذا صنع لنا العلماء، وماذا صنع لنا أبدالا. طيب فتح الله عليك. معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، لا معبود إلا الله. صح خطأ؟ خطأ. لا رب بحق إلا الله. خطأ. ما صحيح؟ لا معبود بحق إلا الله. وإذا قلنا لا معبود إلا الله، ما الإشكال؟
الإشكال أن بهذا يعم أو نثبت أن كل معبودات إذا المعبود في شهادة أن لا إله إلا الله من معنى؟ بمعبود حق من نفي وإثبات كفر وإيمان لكلمة الإخلاص والإثنان هما نفي وإثبات فاحفظهما لا بد من النفي والإثبات قال في شروط لا إله إلا الله ثمانية مفهوم؟ أي الشرط الثامن مهم جدا كفر بالطاغوت طيب توقف في تكفير من كفر الله قال انا لا اكفر او تردد او شك في تكفير من كفر الله ها اجلس انت يا اخي نعم توقف يكون كافر ما الدليل من شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله قال ايش حرم حليل يعني لا لم يكفر لم يحرم دم ولا مال مفهوم والذي نفس بيده لا يسمع فيه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب دين الحق يعني باطل مجرد ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام نسخ كل شيء عن قبل مفهوم؟ ما حكم التقريب بين الأديان؟ يعني يقول لابد أن نقرب بين السنة والشيعة يعني الرافضة نعم صحيح لا أصح أن نسلم هؤلاء الشيعة نسلم رافضة فتح الله عليهم لكن يقول أن نريد أن نقرب تقريب بين هؤلاء وهؤلاء لا تقريب لا تقريب إذا أراد التقريب بيننا وبينهم قل تعال ادخلوا في الدين بعدين يكون التقريب فتح الله عليك نعم بين اليهود والنصارى وأهل الإسلام لا تقريب ما الدليل على أنه لا تقريب نعم سورة الكافرون وقل يا بني الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لا دليل أوضح منها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة أوضح يعني سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في آخر أقل فإن تولوا أي أبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وضد المسلمين كافر إذا لا تقريب بين النصرانيين والإسلام واليهودي والنصارى إذا أراد التقريب يدخل في الإسلام لكن في شيء يسمى حوار الأديان حوار الأديان يعني نعرض الإسلام وبين ما في الإسلام وكذا هذا لا يستلزم لكن التقريب لا بد من التقريب نعم طيب نعم لو قال لك قائل ما الأدلة على وجود الله؟ ما هي الأدلة على وجود الله؟ على وجود الله إجمالاً الأدلة على وجود الله إجمالاً أربعة. وهي أكل. الله أجل فتح الله عليك العقل لم يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون طلوع الشمس وغروبها المجرات البحار الأنهار الأشياء تعاقب الليل والنهار الفصول إلا ولهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم عقل كل عقل تجد الخالق السريعة فهذا دليل على فساد العقل ولا شك مجنون هذا